محاكم المملكة هو حماية هذا الصحفي ومحاولة إعطائه قوة في استقصاء الخبر وفي نشر المعلومة بداخل إطار قانوني شائع وممارسة قانونية عادلة. والحمد لله على ما عرفناه وشاهدناه على مستوى الداخل أن جميع الصحفيين الصحفي المهني أتحدث، لأن هناك من يعتبرون نفسهم صحفي ولكن ليس غير مستوفي للشروط القانونيه المطلوبه في الماده 2 من قانون الصحافه الذي حدد شروط اكتساب صفه صحفي مهني، حتى انه مثلا هناك بعض المواقع الالكترونيه سمحت لنفسها بتسمية صحفي دون توفر على الشروط الحقيقية القانونية. أما باقي الصحفيين الذين نعتز بهم ونفتخر بهم في مدينة الداخلة والأمر يسير على باقي ربوع المملكة، هنا صحفيين مهنيين والحمد لله المحاكم والقانون تحاول ما أمكن وفتماشيا مع روح القانون أن إلغاء العقوبات السالبة للحرية، إلا أن كما فصلت لك بخصوص هناك الدعوة العمومية وهناك الدعوة المدنية التابعة. الدعوة المدنية التابعة يكون التعويض على حسب خطوات الضرر، وكما يعني هناك بعض التشهير يؤدي إلى الضحية بالانتحار، يؤديه بالاستقالة من المهنة، يعني سلطة تقدير. ولكن دائما القضاء يستحضر حماية حقوق وحرية الصحفيين في مزاولة مهنهم بكل استقلالية وجرأة وحرية، وبالمقابل هناك حماية للأشخاص المتضررين حتى لا نكون غير منصفين.